احنا كجمهور كره مصريه كفرق موجوده في الدوري المصري وكل من هو مسؤول عن الرياضه في مصر اعتقد ان هو محتاج ان هو يشوف الشكل المحترم سواء في الناحيه الفنيه او الناحيه التحكيميه. طيب نروح ناخد شريف شعبان الزميل العزيز علشان نعرف منه اخر الاخبار واخر الاستعدادات الخاصه بالنادي الاهلي قبل انطلاق معسكره بكره ان شاء الله وايضا قبل انطلاق مباراه يوم الاثنين القادم. شريف برحب بيك. تحيات ليك يا زميلي عمر ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت قمه قمه بعد المركز الاول النادي الاهلي وسيم البلد طبعا الاتحاد السكندري فريق اللي الاهلاويه بيحبوه في المركز الثاني يا رب باذن الله التوفيق من نصيب النادي الاهلي وتوج ثلاث نقاط جديده ولكن الواحد على مستوى شخصي فرحان للاتحاد في المركز الثاني الاتحاد طبعا كل خير طبعا كبير وباذن الله يكون الانتصار للنادي الاهلي. خليني اقول لك اللي تمرين كان الساعة 12 ظهرا طبعا بعد اجازة استمرت 24 ساعة ولكن قبل بداية المران كان في مران لكهرباء النجم العائد للنادي الاهلي بكل قوة كهرباء بيتجهز خلاص عشان يقدر يخش التمارين الجماعية مع فريق النادي الاهلي عشان يقدر يجاري لاعبي النادي الاهلي في المرحلة البدنية اللي وصلوا ليها. كهرباء خلاص بينقذ المرحلة الأخيرة النهاردة السبرنتات باين قوي اللي هو ما شاء الله بدأ يفوق بدأ يستعيد طبعا قوته البدنيه النهارده الشوتنج على الجول من جميع الزوايا ان شاء الله رجليه مظبوطه على المرمى فخلاص بشترك ان كهربا قرب من مشاركه زملائه في التمرينات. بعد تمرين كهربا كان زي ما قلت لك التمرين الساعه 12 ظهرا لكل لاعبي فريق النادي الاهلي. النهارده طبعا كان في تمرين خفيف للي شاركوا في لقاء الاسماعيلي ريكفرنج النهارده عشان خاطر ما يكونش في اصابات سواء للمباريات مباراه ومباراه كل ثلاث اربع ايام مباراه مكتوب على النادي الاهلي انه يؤدي كل هذه المباريات وكمان يكون فيه اداء ويكون فيه مع الاداء هو الفوز. خليني اقول لك كمان النهارده فيه خبر مفرح لكل جماهير النادي الاهلي ثلاث لاعبين عادوا من جديد الى التمرين علي لطفي في حراسه المرمى عمرو السوليه طبعا في وسط الملعب واحمد فتحي نجم دفاعات النادي الاهلي. رامي ربيعه النهارده كان بيعمل جلسه في الجيم وعلاج طبيعي ونزل مقصص النادي الاهلي ممكن النهارده كان شارك في التمرينات ولكن فضلوا يريحوه النهارده بكره باذن الله يكون موجود في التمرين باذن الله وهتبقى حسب بقى الرؤيه الفنيه مستر فايلر يكون موجود في الماتش او لا طبعا هترجع الرؤيه الفنيه مستر فايلر ولكن من الناحيه الطبيه النهارده عمرو ما شاء الله بدا يستعيد عافيته وبكره باذن الله يكون موجود في التمرين. خليني اقول لك على الجانب الاخر باقي اللاعبين اللي ما كانوش مشاركين في لقاء الاسماعيلي النهارده كان في جري كان في دواير كان في تقسيمه اختتمها مستر بايرر. طبعا على الجانب الاخر تدريب الحراس الشناوي اكرامي علي لطفي تمرينه قويه جدا تالق فيها النهارده بشده علي لطفي وبدا يجاري الشناوي وشريف اكرامي. الكابتن احمد سليمان المعد البدني يمكن جهز كذا فيديو قصير لفريق الاتحاد السكندري في اخر ثلاث اربع مباريات عشان بايرر يتفرج عليه وباقي لاعبي النادي الاهلي. تأهيل ما زال مستمر طبعا لياسر ابراهيم النهارده كان عنده جلسه في الجيم وتأهيل في الملعب. رمضان صبح ايضا بيتأهل في الجيم عشان الاصابه اللي لحقت بيه الفتره الاخيره. النهارده كان في جلسه بين فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره يمكن جلسه طويله مستر فايلر بيطمئن كل فتره من مدير الكوره على احوال الفريق على الاستعداد للفتره المقبله مباراه الاتحاد السكندري ومن بعده طبعا المباراه الافريقيه. جلسه ايضا بين فايلر وبين قفشه والشحات عن الفتره الماضيه وطلبهم ببعض التعليمات الفتره المقبله نفذوها من مباراه الاتحاد السكندري. يا رب باذن الله يكون مباراه الاتحاد تكون فوز النادي الاهلي ومواصله الانتصارات. جميل عمر معاك يا استاذ بكره ان شاء الله شريف هيكون التمرين بعديها المعسكر واستعداد لمباراه الاتحاد ان شاء الله مظبوط كده؟ بكره التمرين في الرابعه عصرا من بعد التمرين على طول دخول المعسكر بأحد الفنادق في التجمع الخامس وباذن الله الاهلي يواصل تألقه ويواصل انتصاراته ويحصد الثلاث نقاط. بشكرك الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي اطلعنا على كل شيء محتاجين نعرفه بخصوص الفريق الأول.